بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، اليوم استكمالا لمحاضرات سكليتال سيستم، الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم فيها عن الأكسيال سكليتون اللي هو بيتمثل بالهيد الترانك والفيرتبرال كولوم. إن شاء الله تكون الصور التوضيحية اللي موجودة معنا في البريزنتيشن بتساعد في الشرح. يفترض أنه كان يكون معنا السكيلتون اليوم، بس مع صعوبة نقله أنا قلت الصور إن شاء الله تكون التوضيحية بتعطينا فكرة عن السكيلتون. الأكسيال سكيلتون طبيعي بتكون من الهيد النك أند الترانك. الترانك طبعا اللي هو بيشمل الجذع، ما بنسميه إحنا الجذع. أما الأبنديكولر سيستم أو سكيلتون فهو عبارة عن الأبر لمبس، اللور لمبس، البكتورال جيردل and بلفيك جيردل. طبعا المحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون على الأبنديكولر سيستم، اليوم هنتكلم عن الأكسيال سكيلتون. الأكسيال سكيلتون حسب ما هو موضح بالرسم، في عنا الهيد بكل العظام المكونة للسكال، في عنا النك، وفي عنا ثوراسيك كيج زي ما هو موضح عنا بالرسم، والفيرتبرال كولوم أز ويل هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله. طبعا السكال هي عبارة عن الجمجمة اللي وظيفتها هي بتحتوي عن 8 عظام. 8 عظام هذه وظيفتها إنها تحيط وتغلق على البرين. طبعا في عنا الفيس بون هذه 12 عظمه وظيفتها انها تعمل باسجز للدايجستيف والريسبيراتوري سيستم، بتعمل لنا انترنس، وكمان بتعطيني مكان حتى الفيشل مصل اللي هي بتاثر على الفيشل اكسبريشنز بتكون اتاتش في هذه البون. طبعا بالنسبه للكرينيوم احنا كلنا حافظين انه في عنا عظمات رئيسية وكبيرة زي الفرونتال بون زي ما هو موضحة بهذا الشكل، هي عظمة كبيرة اللي هي عظمة الجبهة، وفي عنا البرايتال، في عنا عظمتين، هي الفرونتال عظمة واحدة، لكن في عنا عظمتين موجودين في جناب الجمجمة هي البرايتال، وتحتيهم على طول بيكون في عنا الأوكسيبيتال في خلفية الرأس عظمة واحدة، وكمان عنا التيمبورال اللي هي فوق الأذن ومحيط الأذن في عنا عظمتين على الناحيتين. طبعا احنا من الأتيكرينيال بونز احنا نتكلم عن الرئيسيات، ان في عنا أكثر من هم عددهم 8 لأنه في بيرز وفي only one بون، فالشكل هنا واضح بالعظمات اللي موجودة وأماكن تواجدها. كمان السكال خلينا نقول هي بتشكل الحماية للبرين، وبنفس الوقت فيها كافيتز. الكافيتز هذه إيش وظيفتها؟ عنا البرين او الكرينيال كافيتي هي اكبر كافيتي تقريبا موجوده في هذه المنطقه، بتسكر وبتعمل كشنز للبرين، بتحمي البرين، وكمان من خلال المنجز الموجوده بتشكل حمايه اكبر، وبتعمل شوك ابسوربشن كمان لاي صدمه، لانه احنا بنعرف البرين جزء حساس من جسم الانسان وهو عباره عن الكنترول تبع الجسم كله، فبالتالي بيحتاج لحمايه كثير كبيره. لكن مش مكون من عدة عظام، مش عظمة واحدة، لأنه هذه العظام مجموعة العظام هذه مع الفتحات اللي من بينها بتسمح للنمو. كمان في عنا فتحات تانية، لأنه العين عنا العيون موجودة برضو في فتحات نسميها الأوربتس. في عنا الأورال كافيتي عشان اللي هي بتمثل الماوث عشان نقدر ناكل، في عنا النيزل كافيتي والبارانيزل ساينسز عشان تساعد على عملية التنفس، والنيزل ساينسز البارانيزل ساينسز هذه عشان تساعد اهتزازات الصوت لما احنا بنصدر الأصوات. طبعا هنا العظمات الصغيرة هذه موضحة بالرسم زي الاسفينويد والإثمويد
والماكسيلري هنا عظمة الوجه الآن. يعني إذا بنتكلم عن الفيشل سكيلتون، الماكسيلري هي عظمة الفك العلوية، البلانتاين بما هي موضحة بالرسم فوق الفك تحت الأنف، الزيجوماتكس اللي هي عبارة عن عظام الخد بخدود، واللاكريمال تحت العين، والنزل حوالين النوز، والفومر. طبعا فيكم تراجعوا على حسب الرسم، العظام كلها، عظام الوجه، المانديبل، الفك. نروح للساينسز. ايش هي الساينسز؟ هي عبارة عن فتحات تهوية موجودة في السكال، lining with mucous membrane، على أساس إنه لما يدخل الهواء أو الاير إلى اللانكس يبقى humidified and warm، بتدفي وبترطبه عشان يدخل الجاف إلى الرئتين. طبعا بتخلي السكال خفيفة، لأن لو كانت كلها compact bone أو كانت كلها bone فهذه بتكون تقيلة، فهي بتخفف من وزن السكال وبتعطيني الصوت أو الاهتزازات الخاصة بالصوت. في عنا أربعة من الساينسز. الفرونتال ساينسز موجودة بين التو بولز اللي هو الحواجب، الإثمود تحت منها شوية، والسفينويد أقرب إلى الأنف، والمكزيلري موجودة على رؤوس الخدود التنين على الناحيتين. في عنا الهايويد بون، وفي عنا الفونتانيلز. الفونتانيلز هي عبارة عن فايبروس ممبرين بيعمل زي فتحات موجودة في السكال، بنسميها اليافوخ أو النفوخ، على زي ما بيوصفوا أمهاتنا وجداتنا لما بينولد الطفل عادة بنولد بقوله نفوخه مفتوح. إيش يعني نفوخه مفتوح؟ يعني في فتحة ما بين السكال بونز تسمح لمرونة، نوع من المرونة في السكال. ليش؟ لأنه هذا الطفل لما بده يخرج من بطن الأم بيكون بده يخرج من بين عظام الحوض. طبعا بصير أنه في إمكانية خروجه، بتنضغط هذه العظام على بعضها بصير لها كلاب عشان تسمح بالبسج للهيد of the baby. طبعا هذا بتسكر بعد سن 15 سنة كمان عشان يسمح لعملية نمو البرين ونمو السكال. طبعا هو عبارة عن thickened fibrous membrane و it is not ossified، بدلوا soft spots. لو حطينا ايدنا على نفوخ البيبي بنلاقي انه في فتحة، هذه فتحة اليافوخ، وهذه الفتحة خطيرة جدا لانه اي آلة أداة حادة ممكن توصل لهذا المكان، ممكن تشكل خطورة على البرين تبع هذا الطفل. طبعا النيو بورن عادة بينولد بشكل الهيد عنده زي المخروط كده. ليش؟ لأنه الهيد ساعة خروجه من فتحة أو من عظمات الحوض بينضغط، بصير overlapping أو كولابس لهذه العظام على أساس أنه تسمح في البسج، فبطلع الرأس عامل زي المخروط كون شيء. والصورة هنا التوضيحية بتودينا وين هذه الفونتانيلز اللي من خلالها بصير عملية نمو السكال، وبنفس الوقت بصير enclosed sutures بعد الماتوريشن للبونز of the skull. السوتشرز are immovable fibrous joints. بتنضل متذكرين لما نيجي ندرس عن الجونز انه في نوع من انواع الجونز it's immovable، وفايبرس جوينز هي موجودة، في موجود فراغات كانت موجودة بين العظام لأن هي مجموعة من العظام ملتحمة، تلتحم بعد سن، بتصير dense regular connective tissue عاملة زي السوتشر شكلها، وبتمسك البونز firmly together في منطقة السوتشر. All the cranium allow the cranium to grow and expand during its childhood، عشان الراس تكبر. بالعربي يعني بالأخير لو انولد الراس، لو انخلق الراس بنفس الحجم اللي هو موجود عليه لما بنصير فيه adult،
هذه بتكون مشكلة كثير كبيرة في عملية الدليفري للبيبي. فأكيد أنه لازم يسمح لعملية البناء للعظم وكبر حجم الرأس حتى يتناسب مع كبر حجم البرين، لأنه البرين برضو بينمو. In adult hood when the cranial growth has stopped, the suture refused and obliterated. خلاص بتصير زي ما احنا شايفينها بالشكل، عبارة عن suture طبيعية بتلتحم فيها العظام زي ما احنا شايفينها بهذا الشكل. طيب ايش الفانكشن اوف ذا فيرتيبرال كولوم؟ احنا لقيت خلصنا الجزء السكال، بنروح للفيرتيبرال كولوم. طيب ايش وظيفته؟ اول حاجة في عنا الويت، بصير في سبورت. من ايش بدنا تصير؟ بدنا نوقف احنا مثلا زي ما انا واقفة هنا، انا واقفة على ايش؟ واقفة على رجلي، لكن هالويت هذا اللي بيجي من الهيد الى القدم بينتقل عن طريق ايش؟ عن طريق السكال. بيجي السكال وزنها بينزل على النك، من النك بيروح على بتوزع على الشولدر وبنزل باك على الفيرتيبرال كولوم، بتوزع عن طريق عظام الحوض وبنزل عن طريق التو هيبس لحد يوصل للارض عن طريق الفوت. يبقى انا لما بدي اوقف بوقف على ايش؟ بوقف على العظم. عظم ايش؟ انا عمليا بوقف على عظم اللي هو اللور ليمز، لكن الويت هذا بيتوزع عن طريق الحوض من فوق لتحت. طبعا بروتكشن للسباينال كورد، هذا البرتيب زي ما السكال بتعمل بروتكشن للبرين، السباينال كورد كمان اللي موجود في الظهر بده بروتكشن من ايش؟ من العظام اللي موجوده، لانه في عندنا مجموعه من في عندنا اول شيء النخاع، وفي عندنا السباينال نيرفز اللي بتطلع عشان تغذي العضلات وتساعد على الحركه، اللي بتعطي اوردرز للحركه. كمان لما يكون في عندنا الفيرتيبرال كولوم فيوز فالحركه بتكون صعبه، فهي وجود السباينال كورد على شكل حلقه، السباينال فيرتيبري على شكل حلقات او فيرتيبرال كولوم على شكل حلقات، وبتوين ان بتوين اتش 2 في عندنا ديسك، هذا بيسمح الحركه. فانا بقدر اوطي، بقدر ارفع راسي، بقدر اميل على اليمين، اميل على الشمال، ارفع راسي فوق تحت، وكذلك اتني الحوض او اتني الجذع وارفعه. كمان احنا في عندنا عضلات، هذه العضلات هي اللي بدها تشكل الموفمنت. العظام هي عبارة عن الليفرز الروافع. طيب هل بيكون في عندي مجال اني انا يكون في عندي اتاتشمنتس على المصل؟ في عندنا مصل اتاتش تو ذا هيب تو ذا نيك الابر اكستريميتي والثوراكس، كلها بتكون موجودة على او معظمها لها اتاتشمنتس على الفيرتيبرال كولوم. طبعا بالنسبة لاعداد البون عندنا 33 بون في الأدلت، مقسمة لخمسة كاتيجوريز. الخمسة كاتيجوريز هذه هي عبارة عن سيرفايكال فيرتبري، سبعة في النك ريجون، 12 في الفيرتبرال في الثوراسيك ريجون، خمسة في اللور باك اللي هم يسموها الخمسة القطنية، وفي عندنا خمسة فيوزد في الساكرام اللي احنا شايفينهم بالرسم هنا. الساكرال فيرتبري هي خمسة لكن فيوز توجذر، مش موبايل، انفيرير تو ذا لمبر فيرتبرا وارتكوليت وذ ذا كوكسيجل او كوكسال بون. الكوكسز هي عبارة عن عظمة الذيل، عظمة الذيل هذه هي اللي بتبقى بعد ما نقول الى التراب، فهي اللي بيعود منها خلق او اعادة الخلق ل الأشخاص، فهي العظمة الوحيدة اللي بتبقى من جسم الإنسان لا تبلى. طبعا في عنا في اللمبر والسيرفايكال والثوراسيك هو العمود الفقاري، احنا بنسميه مش ستريت لاين، في كيرفز. الكيرفز هذه بدها نمو وتطور فيها من واحنا أجنة، وبعدها في فترة الطفولة بتبدأ تتشكل. فعنا في cervical and lumbar curvature concave posteriorly الكونكافيتي أو التقاعر تبعهم إلى الخلف،
فين الثوراسيك والساكرال التقعر فيهم الى الامام، فهي السيرفايكال اند لامبر كونكيف بوستيريرلي، اما الثوراسيك اند ساكرال كونفكس بوستيريرلي، في محدبه من الخلف. طبعا هذه الكيرفيتشرز ايش وظيفتها؟ تعمل كشوك ابسوربشن، بتزود الموبيليتي تبعت الجسم وبتحافظ على المرونه، بتعطي المرونه. اما تركيبه الفيرتبرا نفسها فهي عباره عن بادي زي ما احنا شايفينها، في عندنا بيديكلز بتوصل لترانسفيرس بروسيس مع البادي، وفي عندنا حاجه اسمها لامينا، وفي عندنا بوستيريور سباين زي ما احنا شايفينه، وفي عندنا الفورامين هذا اللي بفوت منه او بيحتوي على النخاع الشوكي او السباينال كورد. طبعا لما بصير ضغط او بصير في عندنا ديسك برولابس او بصير ضغط على القناه الشوكيه، ايش بيعملوا السيرجن؟ بروحوا عند منطقه اللامينا وبيعملوا لامينكتومي، بيشيلوا اللامينه هذه عشان يريحوا النخاع ويريحوا السباينال نيرف اللي طالع. هذا تقريبا شكل الفيرتبرا اللي بتكون بين اتش تو فيرتبرا، في عندنا حاجه اسمها انتر فيرتبرال ديسك. الستركشر والفانكشن، الفانكشن نقول ديسك بتكون من حاجه اسمها انيروس فيبروسس ونيوكليوس بالبوسس، هو عباره عن ماده كارتيليج وفيها نواه تعمل كشوك ابسوربشن، تمتص الصدمات على الباك عشان تخفف من ريسك الفراكشرز. طب احنا لما نوصفهم يعني ايش الفرق بين السيرفايكال وبين الثوراسيك وبين اللمبر؟ السيرفايكال هي بتحمل بس الهيد، فهي من ناحيه بايوميكانكس الوزن اللي بتحمله السيرفايكال فيرتبري طبعا بتحمل بس وزن الراس. الثوراسيك بتحمل وزن الراس مع النك ومع جزء من الترنك، اما اللمبر فبتحمل كل هدول مع البلفيك جيردل مع الثوراسيك او البكتورال جيردل والابر لم. فالطبيعي احنا يتدرج حجم هذه الفيرتبرا من اعلى الى اسفل في اتجاه الكبر. ليش؟ لانه لو تكلمنا عن الضغط اللي بدها تتحمله هذه الفيرتبرا، كل ما كنا في الاسفل حتحمل وزن اكثر، فحيتوزع الوزن على الاريا، فمنطقي انها تكون اكبر عشان يكون الضغط عليها اقل او الاسترس اللي حتتحمله اقل. طبعا الاطلس والاكسس في السيرفايكال فيرتبرا هذول لهم خصوصيه. الاطلس هي العظمه اللي بتيجي عليها بيقعد عليها الهيد، فهي سبورت ذا هيد. اما الاكسس فهي عضله لها زي المحور عشان تساعد على حركه الراس الى اليمين الى اليسار، فهذه بتساعدنا على الحركه. في عندنا طبعا الترانسفيرس فورامين اللي بيبدا يفوت منه السباينال كورد، وفي بتتميز في انها الاطلس بتتميز انها السباينال بروسس فيها بيفيد، يعني زي الشوكه عامل له فرعين. وفي عندنا السيفن سيرفايكال فيرتبرا هي لاند مارك، بتكون لو احنا تحسسنا في منطقه اسفل الرقبه بنلاقيها بارز السباينس بروسس تبعها. هذه خواص تقريبا السيرفايكال او مختصر لخواص السيرفايكال فيرتبرا. اما الثوراسيك فيرتبرا فهي فيرتبرا تقليديه، لكن السباينس بروسس فيها اطول شويه وموجود فيها فاسيتس للرب، بمعنى انه الربس هلقيتها او الريش بتيجي تلتصق فيها في منطقة الظهر. فهذه بس من مميزاتها انها لونج سباينس بروسس وفيها ريب فاسيتس. اما اللمبر فهي اكبر واحدة واوسع واحدة، هي شورت اول شيء لارج بادي ثيك تتحمل ضغط، في لها شورت سباينس بروسس موجود. هي ليش اكبر واحدة؟ لان هي اللي بتحمل الضغط
كل ما فوقها من الجزء، يعني كل وزن الترنك بالأبر لمس هيكون موجود على هذه المنطقة. أما الساكرم فهي عبارة عن فيوجن لخمسة من الفيرتبرا، في عنا ميديال ساكرال كريست، وعنا بوستيريور ساكرال فرامين، والبوستيريور وول اوف ذا بلفيك كافيتي هي بتكون مكونة من اللي هي الساكرام، وفي ساكرال برومونتوري زي ما هو موضح عنا بالشكل الموجود. اما الكوكسس فهي قلنا التيل بون هي عبارة عن فور فيوز فيرتبري، هذه هي قلنا العظمة اللي تبقى ويعاد فيها خلق الإنسان أو الحيوان مرة أخرى. طبعاً الأكسل سكيلتون في through the life بيكون أول ما بيبدأ، ما بتبدأ الكيرفيتشر، هذه بتبدأ في عنا برايمري كيرفيتشر، بيبدأ في هو جنين شكله سي شيب بشكل حرف السي، بيبدأ يتشكل مع النمو. فيبقى عنا الساكرال وثوراسيك كيرفيتشر هذول برايمري، بلو كونفكس بوستيريوري. اما السكندري كيرفيتشر زي السيرفيكال واللمبر بيبدا تشكيلهم كل ما تطورنا في النمو. طبعا السيرفيكال كيرفيتشر بيبدا من الهيدريز، اول ما بيبدا الطفل يرفع راسه على هو في البرون بوزيشن فهو بيبدا يتشكل عنده هذا الكيرف، لما بيمشي بتبدا تزيد الكيرف لما تظهر بمظهرها اللي احنا بنشوفه في الادلت هود. طبعا هي كل وظيفتها انها تعمل ريديستريبيوشن للويت على الابر، من الابر بادي لللور لمبس. طبعا في عنا 3 مين كيرف فيتشر ديفورميتيز، اللوردوزز والكيفوسز والسكولوسز. الكيفوسز هو عبارة عن اكزاجريشن او زيادة في الثوراسيك كيرفيتشر دايركتلي بوستيريورلي، بنسميها همبك باك او همبك لوك. اما اللوردوزز فهي مشية اللورد، بسموها سوي باك، بيكون في زيادة في اللمبر اللوردوزز، بصير المظهر انه في عنا بيج بيلي زي المرأة الحامل، وفي عنا بيج بوتوكس في الخلف، يعني من قدام في كرش وفي خلفي. اما السكوليوسز فهي اب نورمال لاترال كيرفيتشر، هذه احنا بنشوفها في البوستيريور فيو، بيطلع عنا شكل الفيرتيبرال كولوم مائل لاترالي، فهذه بتكون عبارة عن احيانا بتكون ستركشرال او بوستشرال. البوستشرال بتكون ممكن تعديلها بالاكسرسايز، اما الستركشرال فهذه بتحتاج لتدخلات اخرى. وهو السكوليوسيس ذا موست كومون سباينال كيرفيتشر، هي بتنتج عن ايش؟ بتنتج عن مشكله اثناء الديفلوبمنت للفيرتيبرال ارش في حتى فتره الامبريو او بعد هيك. هذه صور توضيحيه للهامباك. الثوراسيك كيش هو عبارة عن القفص الصدري. ايش وظيفة القفص الصدري؟ انه يحمي الفيتال اورجان زي الهيرت واللانجز التراكيا والاسوفيغاس. طبعا هدول بدهم يحتاجوا بروتكشن. طيب الثوراسيك كيش من ايش بتكون؟ بتكون من الريب عند ستيرنام ومن الباك الثوراسيك فيرتبرا. طبعا في عنا عضلات التنفس بتكون كلها مثبتة في هذا في الريب كيج، وكمان في عنا عضلات اللي هي البكتورال جيردل والشيست والنك والشولدر والباك مسكوليتشرز، دايما بتكون انفولد في الريسبيريشن. طبعا هذا شكله، في عنا عدد من 1 to 7 من الريبس بنسميهم ترو ريبس، وفي عنا الفولس ريبس لانها هي ليش ترو ريبس هلقيتها حنقول ليش، لانه هدول كل وحده من الريبس عن طريق الكوستال كارتليج بتكون لها اتاتشمنت مع الاسترنم. اما الفولس ريب اللي هم من 8 تقريبا ل 12 في منهم، 11 و12 هدول فلوتنج ما لهمش اي اتاتشمنت مع اي شيء، ما لهمش كوستال كارتليج. اما من 8 ل 10 فهم
كلهم مع بعض attach في one attachment أو costal cartilage واحد في الاسترنم. زي ما هنا شرحنا على الرسمة بنعيد الكلام. أما الفلوتين جريب فهي مش ما عندهاش أي connection مع الاسترنم، هي floating عائمة. وهذا شكل الريب. كل ريب بيكون فيها تلتقي مع الاسترنم، وكمان من الناحية الأخرى تلتقي مع من الخلف مع الفيرتبرا. وبهيك احنا بنكون خلصنا حديثنا عن الأكسل سكيلتون، والمحاضرة القادمة تكون عن الابنديكولار سكيلتون. يعطيكم العافية.